البعض يمكن صار يعني يختلفون اكيد يعني في 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 مدى تقبلهم نفسيا اكيد بقائهم في المنزل، بس بعضهم حاطين على الشاشه السوداء هذه اللي تعطيك الاحصائيات والارقام، ويعني صار عنده قلق من تعرضه للاخبار السلبيه حول كورونا واثرت على نفسيته، حتى وهو كونه مثلا لو كان والد او الام ستؤثر كذلك على منظومه البيت. تفضل. الله يعطيكم العافيه وشكرا للجهود الكل حقيقه. وخلينا ندخل مباشرة بموضوع القلق، حاجة إنسانية منذ الخليقة، يعني ما هي وليدة اليوم. الإنسان القلق جزء من نجاحاته، ولكن نحن نتكلم عنه القلق اللي يثير نتيجة أمور غير معروف نتائجها وغير معروف يعني في البداية كيف صارت. فالناس دائما تخشى من المجهول. أنا لما أبدأ من العمل من المستشفى مثلا يكون قلقي مزدوج، أني أنا قد أكون حملت شيء من هذه الأعراض، شيء بالنسبة لرجال الأمن، بالنسبة لكم الإعلاميين، بالنسبة لكل الناس اللي يرجعوا لبيوتهم لخدمة الآخرين. ارجع للبيت تلاقي أن القلق عند البيت هذا طبيعي أنه لازم يكون مرتفع، لكن تجد أحيانا سبحان الله أنه في البيت الواحد ناس قلقهم عالي جدا لأنه طبيعتهم هم حريصين، وناس لدرجة تحس أنهم مهملين. فالبيوت اللي زي هذه جيدة، لكن إذا تسمح لي بس بأكد على نقطة مهمة. تفضل. إن المرونة في التعاملات بين أفراد الأسرة وخاصة الزوجين وبث فكرة التكيف مع الأحداث المتلاحقة والمتغيرة والاستماع إلى نصائح المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبد العالي وزملائه اللي يسوون الإجازة اليومي، أنا أعتقد أن هذا هو الشيء الوحيد اللي يكفيك. لا تطالع واتساب رسائل واحد يقول لك والله في غاز وفي عارف مين وحط الثوم وحط البصل وغرغر بحلب. رجاء خلوكم يعني الارقام والعلم لا يكذب، الباقي كله قد يكون هناك تخبرون انتم على امور زي هذه. الاشاعه تنتشر، الاشاعه ترفع القلق يا اخوي خالد وانتم تعرفون ذلك.